مشكله مع الزملاء في تقبلك متسابق معاهم؟ بصراحه مشكله مع الزملاء في تقبلك متسابق معاهم؟ لا. طيب المقطع اللي صار مع ناصر سأنا وناصر قدم لك الاعتذار، ولكن في اكثر من مره يصير فيه شد وجذب، يكونون المتسابقين حتى لو كنت انت على حق يعني جزء كبير منهم يوقف ضدك. ليش؟ ما حد يوقف ضدي، هي مجرد آراء، كلنا وده يبدي رأيه وعادي، أنا تقبل جميع الآراء. ليش الكل يجرؤ على أنه يقول رأيه في المشكلة اللي تكون جدلية معك؟ من حقه عادي، وأنا متقبل الشيء هذا. لماذا أنت؟ لماذا أنا؟ طال عمرك سواء أنا ولا غيري، كلنا يبدي رأيه في أي مشكلة هو حضرها. جميل. علي، هل تعتقد بأن مالك أبو لبن مستفز لبعض المتسابقين؟ أو هو لأنه يعني على فكرة أنا من الأشخاص المعجبة في شخصيتهم ما شاء الله تبارك الرحمن، الرجال قارئ نهم، شاعر، حافظ القرآن، الرجل تواجده في البث جدا جميل وجدا متميز، ودائما يبحث عن تهدئة الوضع بشكل أو بآخر. أبو لبن كويس، بس وجهة نظري أتوقع المحاين يحط نفسه مثلا في أماكن الشباب مو راضين عليها، يعني مثلا بعض الناس يرى أنه مثلا بحكم السن لا تتقدم عليه في رأي معين، بحكم الخبرة في مجال معين لا تتقدم عليه. وش الخبرة؟ كلهم سواسية هنا. ما خبرة علمية، خبرة حياتية، ما أدري. أنا جالس أفكر بصوت عالي، ممكن جالس أدور عذر للشباب في هذا الشيء. أنا بالنسبة لي مثلا لو أنا في برنامج واقعي وفي واحد يصورني سنة وتقدم عليه في مجلس معين، أنا بزعل. أبزعل من ناحية أنه مثلاً في أراء معينة، في قطع السوالف شيء معين، ممكن بعضهم يقول لك لا ما تقبل هذا الشيء. هذه الإشكالية التي يقع فيها أبو لبن. أنت شفتها محمد يعني؟ إيه هي واضح. أبو لبن ما أخذ من كل علم زهرة. صحيح. تعرف؟ بوكي ورد. إيه لما يشارك في الحديث يجيك بحجة قوية، والناس ما تحب صاحب الحجة القوية ما يجيك. يعني أبو لبن أنا قسم بالله انصدمت، يعني أشرف يا فهد رجال يعني أدبياً وشعرياً رجال ما شاء الله عليه، يعني حتى لو الحين لو بجربه. أبو لبن عطنا لحن لبحر الحدى. بحر الحدى لا إله إلا الله، والله الحنها كثيرة. عطنا لحن واحد. مقطع وين؟ أروح ما أحفظ الحن، أكتب كذا. محاورة بعلم العروض. لحن الحدى شنو؟ وش فيه؟ ما أحفظه. المشحوب. بس حب ما هو من القصيد النبطي، مو بالقصيد الفصيح. ايه بالنبطي الحدى. انا اعطيك طال عمرك من بحور الفصيح مثلا الوافر، بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة فعول. عندك البحر الكامل، كمل الجمال من البحور الكامل الى اخره. الله عليك. يعني الرجل عنده حضور ذهني وثقافي يعني وشعري جدا عالي. أدبيا بيجيك بحجة قوية. عرفت؟ فمناقشة وياه صعبة. ليش يضايقهم؟ شوف أنا وش ذنبي إذا أنت ثقافتك سطحية؟ صح. يعني زي مثلا بعض المتسابقين، يعني أنا مثلا زي بعض المتسابقين لو نرجع مثلا فقرة زياد. يعني ترى أنا متأكد إنه أشكالهم ما يرضون عليها لما يطلعون فقرة زياد، لما يسأل في أي سؤال يناظر كذا يقول ما أدري. فعلا ترى اشكال مره مضحكه نوعا ما، انه الثقافه صفر، انه كل الفقره تمر ست اسئله، او عفوا ست اسئله او 12 سؤال على ست متسابقين ولا واحد جاوب صح، كلهم مدري مدري مدري. ما هي بحلوه يعني السته، ولا واحد يمتلك معلومه، ولا واحد عنده حظ انه يقدر يجاوب السؤال صح. فترى واضح انه يتضايقون مثلا بعد الفقره ذي، انه لسه ما اقدر انك افضل مني. هذه غيرة يعني بين المثقف والمش مثقف. يعني فهو لما قلت لك لما يشارك في حديث راح يثري، عرفت؟ حتى لو ما يعطي راي يعطي راي بحجه، فالناس ما تحب، فكان يغلبهم. طيب مالك في مقطع مفترض انه كان اليوم موجود، لكن شفناه من البث، انت جلست مع نفسك وكنت تتكلم هل الشباب عندهم مشكله في تقبلي او عدم تقبلي، وبعدين جلست فتره وترحمت على والدك، ممكن تعطيني شعورك ومشاعرك في هذه اللحظه؟ الله يغفر له ويرحمه، اللهم امين، يتجاوز عني ويرحمه المسلمين اجمعين. اللهم طال عمرك كان في نقاش في موضوع معين يمكن ظهر على البث. واضح. اي نعم. ترحمت على ابوي لان ابوي كان يقرا جزء كامل يقول انا ما طولت. عرفت؟ كان يقرا بركعه الواحده 20 صفحه يقول انا ما طولت. فكاني قلت شتان بين يعني انت استذكرت الحدث، استذكرت صلاه ابوي في سواء الفريضه او النافله،
وكان يطير فيها ومع ذلك يقول أنا ما طول. وربطت هذا بهذا. طيب الآن أنت في المقطع تكلمت عن الشباب وقبولهم لك صحيح؟ تكلمت عن كنت أفكر أنه هو يسبيني بين نفسي كأني قلت يعني كل ليش هم زعلوا من وجهة نظري. جلستوا تحت البث تناقشتوا؟ لا. ليش؟ ما خلاص موضوع في وقت ليش لازلتوا مصرين على ظهوركم بهذا الشكل؟ ترى أبدا هذا الشيء ما يسعد أبدا. شلون؟ في النهاية نجاح النسخة ترى ما يعتمد على المشاكل والأحداث اللي قاعدة تصير. أنتوا لازم تجلسون مع بعض، لازم تجلسون تتفاهمون. في النهاية إحنا 26 متسابق يا جماعة، وزعوا الجلسات. أقول لك شيء، أنا ما عندي مشكلة إني أشوفك في اللوكيشن لحالك تسولف ولا تقول قصيدة ولا تهجس مع نفسك. طيب أستاذ تركي تفضل. أول شيء موضوع حصل في حينه وانتهى من حينه، فما يحتاجين على لا في النهاية لا 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 أنت شلتها في خاطرك من عند المسجد وجلست تتكلم فيها تدور لين وصلت وصلت الهنجر. بعد ما وصلت الهنجر وتسولف في الموضوع وتعيده، لا تقول بدأ في النهاية. نعم هو في النهاية في مدة زمنية يا أبا لبن سم لو سمحت. الموضوع والسؤال الأعظم يودي أسأله، هل أنتم فعلا تجلسون مع بعض تحت الهواء ولا لا؟ إيه؟ ينتهي الهواء كل واحد في ديرة. لابد أن نجلس. لابد بمعنى أنه لم يتم الجلوس. إحنا اللي نقول لابد. أنت المطلوب منك تسوي مو بإحنا. اسمعني وقت البث إيه؟ تمام؟ مو منطقي أن نروح تحت الهواء ونتناقش. لا إن كان هناك نقاش. إن كان هناك نقاش مو منطقي وقت البث. نحن معنا وقت محدود تمام؟ 16 ساعة نخلص أمورنا فيها. بعدها خلاص تضايق ابو لبن ما يقدر يصبر 16 ساعة، يصبر 5 دقائق بس تناقش موضوع يرجع ينهي الخلاف. تناقشت بيني ابو لبن انا كلامي واضح، هل انتم تجلسون مع بعض تحت الهواء تتفاهمون تتناقشون تحاولوا تركبوا الكيمياء بينكم تتقاربون من بعض تجدون تقاطع بينكم كخطوط تقارب بينكم ولا كذا يخلص الهواء يلا كل واحد يروح ديرته كل واحد يروح يمسك له زاوية يخمد فيها يخلص الهواء ينتقل للبث لسناب ابو سمره اوه عدليت في سناب ابو سمره في سناب ابو سمره ابو لبن انت عندك حل حلين يا تصير يا تخلي المتسابقين كلهم فاهمين مثلك يا تصير مثل المتسابقين مو فاهم شيء لا انا افيد واستفيد ها طيب افيد واستفيد يقول يفيد ويستفيد يعني مثلا على سبيل المثال النقاش اللي صار ما حد استفاد ولا انت استفدت وهم استفادوا ما حد استفاد شيء هذه نقطه علمك شخصيه بلبن ليه. انت بتقول سالفه بس انت من السنين والله ابوي قال لي واحد انطلع من الوادي وضربه هالبرقه ايه لا ما طلع من الوادي لا ابو لبن يقول كذا ما طلع من الوادي هو كان طالع من عند برج اتصالات ايوه عارفه شفت كذا يغبنك في نفس خلاص طيب مشي الليله أيوة. لا 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 ما كان كذا ما كان كذا انا عشان كذا سوي نفسك مشي الليل ابو لبن الله يسعدك عرفت يعطيك احنا نعتذر منك ابو لبن لا ما في الفانس اسمع الفانس حقك ابو معيان مو موجود اليوم فاحنا نريد ان نخنقك في الكم في الشروم اليوم يا ابو لبن اسمعني يا ابو دخيل الله طول عمرك اسمعني في امور يتغاضى عنها بايجاز في امور دينيه ما تستطيع تغاضى عنها لا لا واضح 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 الصوره واضحه احنا نتكلم بشكل عام المتسابقه نشوف انك انك شخصيه قيس جدليه قيس على ذلك بيت بيت دحام وضحيه قال في مشكله هذا البيت من العمل كله ايه قال هذا البيت في مشكله ايه بيت دحام يوم قال له دحام قال البيت دحام ما يقدر يتجاوز إيه؟ لازم انك تتجاوز يعني انا قلت مثلا اللي خذ كاس العالم سنه 1985 الارجنتين لا ما تقول لي غلط سنه 86 ابشرك بالرياضه حتى الحين مو قاعد تجاوز لنا يا حبيبي ابشرك بالرياضه صفر حلو يعني لو ايش هو بالرياضه صفر هو لا زال صامر على عدم التجاوز بما اني انا ما اعرف رياضه ما عندي مشكله انا اقول يعطيك العافيه يا مالك انا اقول كما شكرا لك يا ليت انا خل اقول خل معنا جايزه لك الجلسه معنا دقيقه انا اقول كما قال امرؤ القيس كجلمودي صخر حطه حسين علي الام مدرسه اذا اعددت اعددت الشعب الطيب العراقي صح ولا لا محمد ديرم لا 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 اخته مو هو صدقني الان يحك لساني ودي يتكلم البيت غلط البيت غلط انا تعمدت اني اقول بيت غلط مفر مدبر مقبل ان انت جلمود صخر حطه وسيل هذا الظاهر قاله من قال الظاهر دحام قال لا 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 من ابو لبن يعطيك العافيه ابو لبن الله يعافيك شكرا لك بندر يا ليت تكون معنا في الكوفيشن روم بشكل سريع بندر للحديث عما جرى احنا بس بندر عشان نكون واضحين بالصوره احنا نكون واضحين تركي احنا ما احنا ضد ابو لبن صحيح محمد دعير منى بس اقصد بعض الاحيان
مش كل شيء يعني توقف عليه في مسألة معينة خلاص، يعني أقصد في الأمور العادية وليس في الأمور الدينية، بالعكس هذه خطوط حمراء لا حد يختلف فيها أبد. لكن تكلم زي ما ضرب مثال يوم هو بغى يمسك له في منحة آخر، رد محمد قال أنا أقصد مثل بيت دحام، خلاص بيت خويك أيا كان البيت قصدي خلاص مش الليلة مش مشكلة حتى مسك تحت له وانصح بعض إن رضى ما رضى الله أكبر خليه يروح ويقول لي بخاطرة دائما تمشي الليلة. كذلك أصلا نصيحة علنا قس على ذلك، أنت تقول النصيحة قدام 60,000 كاميرا مين بحلو صحيح.